مسلسل بيمبو أحداث الحلقة الأولى، بنتعرف فيها على بيمبو ديلر فاشل مش عارف إن هو ياخد حقه. ناس كتير جدا بتضحك عليه، وكمان بياخدوا المخدرات بالتقسيط. بنلاقيه بعد كده بيهرب من ناس كان المفروض يدفع لهم فلوس، وبيفوق وبيروح لأستاذ شمعدان بيتكلم معاه على موضوع إن هو ديلر محترف، لكن بيقوله إن أنت فاشل وناقصك ظهر، انت عندك مخ لكن ما عندكش ظهر، وان الحاجة زعلانة منك جدا علشان اللي انت بتعمله. واحد اقل منك كان المفروض يشتغل احسن من كده، لكن بيصر ان هو كويس وبيقوله اديني فرصة تانية واديني شنطة من عندك عشان شنطتي وقعت. لكن عم شمعدان عمال بيقوله ان هو خايب ولازم يتجدع عن شوية في الشغلانة دي. بالنسبة للانا بنبدأ نتعرف عليها، هي مصورة بتصور صديقتها وبتصور الفاشونيستات. اما بنلاقي بعد كده جابر واقف جنب بيمبو عند الاتوبيس اللي كان مستنيه، بتنسرق شنطة بيمبو وبيجري جابر يضرب الراجل وبيجيب له شنطته اللي كان فيها طبعا المخدرات. اما لانا فكانت قاعدة مع صاحبتها وبتقول لها ان مريم النحاس صاحبتها مختفية وانها زعلان عليها جدا، وبيشوفوا سونيا مع فاروق كانوا بيتخانقوا مع بعض، وكمان صاحبتها بتقول لها ان في سفاح بيهدد ان هو يفضح البنات المشهورين، ومن ضمن البنات دي كانت مريم صاحبتها. كانت قاعدة بالمنظر ده وبتتكلم مع بيمبو صديقها وبتقوله على مريم وانه يساعدها علشان خاطر تقدر ان هي تشوف مكانها فين بالظبط لانها مختفية من اسبوع. بيروح بيتصل على مستر كاش، راجل خطير جدا وكان قاعد بيعذب في الناس، بيقوله خلاص هشوف لك موضوع مريم دي. بيلاقي بعد كده بيلاقي جابر بيراقبه بيضربه بيقول انت مخبر، انا مش مخبر، انا على باب الله شغالي معاك. هو طبعا جاي من الصعيد وعايز يشتغل، وافتكر كلام عم شمعدان ان هو عايز ظهر، قال له خلاص انت ظهري. جابر بيساهي الناس علشان خاطر يقدر بيمبو ان هو يدخل عند بيت مريم ويشوف ايه اللي فيه بالظبط، وبيلاقي حفله مكتوب عليها اسم كسباني. بيسأل الجارة اللي بتقوله انها شافت مريم اخر مرة بتتخانق مع واحد صاحبها تقريبا اسمه كسباني، وكانت خناقة كبيرة جدا. وطبعا هو واقف وعمال كل شوية بيسألها وهي بتقوله مش عارفة، ولما يجي ماشي تنادي عليه وتقوله انا هقولك على كل حاجة، وبتقعد تقوله المعلومات بيشكرها جدا. بعد كده بيقرر بيمبو ان هو ياخد جابر ويروحوا على الحفلة، ويقابل هناك سونيا اللي فاروق دايما كانت عينه عليها، وهي بتتكلم معاه كسباني بيبقى عايز يتكلم معاها فبتروح وتسيبه. اما بالنسبة لانا فبتروح علشان خاطر عرفت ان مريم ممكن تكون موجودة هناك، بترن عليها وبتسمع صوت التليفون بتاعها بيرن جنبها بتنادي عليها لكن بتجري. طبعا مش عارفين اذا كان هي ولا لا، لانها كانت لابسة لبس متخفي. وبتخلص الحلقة على مقتل سونيا، والكل مصدوم طبعا انها اترمت من فوق وماتت بالشكل ده. تخلص الحلقة الاولى على كده، وده كان ملخص لأحداث الحلقة الاولى من مسلسل بيمبو. اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.